يا صباح الخير عن جديد لكل ستات البيوت انضموا معنا لبرنامج صباح الخير. اليوم رح نعمل أكلة هيك هي تريند على السوشيال ميديا. نحن متعودين دائما ناكل دجاج وجنبه بطاطا وجز، بس اليوم رح نعملهم مع بعضهم مع خليط الأشقوان والكريمة الفريش، يعني خليط شوي لذيذ وطيب. تابعوا معي، بس أول شو رأيكم نتعرف على المقادير. هلا هون حأحتاج أشقوان، هون في عندي بطاطا مثل ما أنتم شايفين غاسلتها بهذا الشكل، حنقطعها أنا وياكم. هون في عندي كمية من الدجاج مقطعته مربعات بهذا الشكل، بصلة مفرومة، فليفلة ملونة حمراء وخضراء، هون في عندي معلقة من الخردل، وهون في عندي يعني نص علبة فطر بتكفيني، كريمة فريش، هون في عندي صويا صوص، زيت زيتون. هأحتاج من البهارات، في عندي بابريكا، فلفل اسود، بهار مشكل، ملح، وعندي هون ثوم مهروس، وهون عندي اوريجانو. نحن حنشوف الاشياء كثيره، بس صدقا لما بنشوف النتيجه رح ننسى كل هدول الاشياء. اول شيء خلينا نبلش بالبطاطا. هلا البطاطا نفس تقطيعه الوجز، يعني انتم مثل ما شايفين جايتني كل وحده شكل، بس ما بيأثر. مثلا مثل هي صغيره رح نقطعها بهذا الشكل، يعني بحيث تقريبا انا يطلعوا عندي كل نفس الشكل، لانه انا بالنهايه بدي اياهم طول واحد. هلا بتعرفوا ليه بنهايه، خلينا نبعدهم يبينوا عليكم اكثر. مثلا مثل هي صغيره ما كثير بدي، يعني ما راح اخذها ثلاثه مشان ما تقدقد معي كمان، بضل فيها بطاطا. وهي وحده، وعلى الاغلب الكبيره ما بدي اياها، هي وفرنا بطاطا. هي هيك. هلا مثلا هي شوي كبيره، اضطريت اقطعها ثلاثة النص. خلص هيك صارت عندي جاهزه التقطيعه. هلا تتذكروا انا قلت قبل انه البطاطا الوجز ما عاد تبلتها وزتيتها بالفرن، دائما عم بعطيها تفويره خفيفه، وتبعوا هي الطريقه عم تطلع اطيب والذ وانكه، تفويره كثير خفيفه. وحتى اذا انتبهنا على السوشيال ميديا اكثر شيء فيها كمان صايرين عم يفوروا عليها، مشان وقت نحطها بالفرن ما تقدقد، نعطيها شوية خفيفة وبتكون خالصة مع رشة ملح. هلأ هي حتبلها بعدين. هلأ حنجي على الطنجرة الصغيرة، هي ما بدنا اياها، ونشغل. على فكرة تحت الهواء بيشتغل، ما شفتوا اشتغل. هلأ هون حنضيف عندي شوية من زيت الزيتون، زيت زيتون، زيت نباتي ما بيأثر. هون حضيف عندي البصل مع ثوم المهروس، ونحن نقلب شوي تقليبة خفيفة. نقوي الغاز طبعا. هلأ هي الخلطة اللي أنا عم بعملها للدجاج، أنتو فيكن دائما، أنا بقلكم بهدول الخلطات النكهة اللي أنتو بتحبوا تضيفوها على الدجاج فيكن تضيفوها. شكلها البصلين حب. هلا هون عندي فليفله ملونه حمراء وخضراء، كمان فارمتهم كثير ناعم. يعني هي كتطبيقتها سهله، ما كثير بدها شغل، يعني كم فرمه وخلص. هلا الفطر ما رح اضيفه للاخير، لانه انا هون عندي اياه مفور. هلا هون رح اقيم اضيف عندي قطع الدجاج، يعني ممكن تعتبروها كمان مثلا اذا عندكم عزيمه ممكن تصير معكم كطبق جانبي، ممكن للعشاء اكله خفيفه طيبه. طيب هلا انا شو بدي اضيف بهارات هون؟ رح اضيف فلفل اسود، بهار مشكل، بابريكا. ورشة ملح، أنا دائما خفف الملح ما بحبه كثير. هلا رح اقيم وقلب. رح قلب منيح لحتى عندي تقلى كثير منيح. بده شوية تقلاية بصراحة. هلا بده للاستواء يعني تقريبا شغلت شي خمس ست دقائق، لهيك ما ضل شيء اعمله مثل ما انتم شايفين. هلا حاستنى شوي انا على
الدجاج لحتى هون عندي يستوي تمام. بصراحة هي في تطبيقها لشغلة ما رح طبقها لحتى ترجعوا لعندي بعد شوي مشان ما يروح عليكم ولا مرحلة. وهون مثل ما انتم شايفين رح استنى شوي على البطاطا الوجز وتبلها قدامكم. هلا بس هون في شغلة بدي اقول لكم عليها نسيت. طب خلص بنرجع لعند المذيعين، شو رأيكم؟ تمام، في سر بدك تقولي؟ كنت بدي اقول شغلة بعدين قالت ماي شغلة قام روحت لي الفكرة هيك وطارت. يلا بالقطعة الثانية بنعرف اسرار الشيف تهامة. شكرا يا سيدي. يا هلا.